يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة يمكن في كندا مشهورة كثير، اللي هي الحمص. يس، الكنديين بيعرفوا الحمص بشكل غريب وبحبوه لأنه يعتبروا أكل كندي. للعلم أنه دولة كندا من أكبر الدول المصدرة للحمص الحب في العالم، ومشهور الحمص الحب موجود في كندا، لكن الكنديين ما كانوا يستخدموه بالطريقة اللي احنا بنستخدمها الحمص، الطريقة الشامية، إلا حديثا لما دخلوا الميدل إيسترن والشرقيين وصاروا يستخدموه في المطاعم، وعرفوا الكنديين وصاروا يستخدموه كتير شغلات، منها ديبينج، منها يأكلوه مع أي إشي تاني. فالهمس زي ما بيحكوهم صار أكلة كندية، يعني لما تحكي لأي كندي هومس خلاص يعني إشي طبيعي إنه يعرفه. لكن اللي عجبني في كندا إنه بيستخدم أو بيعملوا الحمص في شركات طبعا كندية عم بتسوي الحمص، مش شركات شرق أوسطية، شركات كندية عم بتسوي الحمص في كندا بطرق جميلة جدا. وأتمنى يعني أو بفكر إنه ليش هدول إحنا في دولنا في الشرق الأوسط لسه بس الترديشنال واي، يعني قليل بعض الناس اللي عاملين تغييرات في الحمص. لا، هم عملوا حمص من شغلات كثيرة، حورجيكم إياها في الماركت هلا. وسلام، صباحكم حمص. طبعا يعني الشغلات الرائعة طلعوا هون، في مايلد سالاد، حمص مع فاصوليا، حمص مع بنجر، حمص مع فلفل و تومي، هذا حمص مع شوكولات، دارك شوكولات غريبة، حمص مع وايت بينز، هذا حمص مع هاريك فوكس نوار، هذا حمص بالفلفل. حمص بالجارليك، بالهون بالبيبر، هذا ريد بيبر، هذا اوريجينال. طبعا هاي الشركة بدناش نحكي كلاسيك. هاي مع ريد بيبر روستد، هذه مثلا مع جارليك، هاي مع سبايسي حراق، هذا مع روستد باين نوتس زي ما انتم شايفين. هون في عندهم صغير، هذا مع الكراكرز، يعني عاملين منه عدة شغلات. يا اخي عجبتني هاي الفكرة. مثلا هذا بالبصل، شكله هذا بالبصل حراق، هذا بالبيتس اللي هو هذا بالبصل، هذا بالبيتس، هذا بالثوم، هذا بالزيتون، هذا بالهالابينو، وهذا بالباين، هذا بالشطة، وهذا بالتراديشنال الأصلي. وهون زي ما انتم شايفين سبايسي، هذا بالكراميل، هذا بالروستد جارليك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.